عن الملف الخاص بمبادرات القادمة؟ ماذا عن مشروعات الانتاجية الزراعية واللي احنا ممكن يتم كمان في المحافظات بتاعتنا؟ اهالينا في الصعيد وبحري اللي يقدر يعمل مشروع صغير، مش لازم يعمل مشروع محتاج كم مليون، محتاج ممكن كم الف ويعمل مشروع. صحيح. خليني احمد بيه، الدولة والحكومة مستهدفة في برنامجها خلال السنوات القادمة اربع قطاعات رئيسية: قطاع الزراعة، قطاع السياحة، وحضرتك امس واول امس حلقات عن تنشيط السياحة ودور السياحة في دعم الامن الناتج المحلي بتاعنا، وايضا قطاع الصناعة، والقطاع الرابع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. قطاع الزراعة عشان نزود الانتاجية الزراعية من قطاع الزراعة ونزود الناتج المحلي له محاور الحكومة محددة. احد اهم هذه المحاور هي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في قطاع الزراعة. جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر عشان سادة المشاهدين من خلال برنامج حضرتك، ده اللي كان زمان اسمه الصندوق الاجتماعي، كان زمان تحت مسمى الصندوق الاجتماعي، تحول الآن وأصبح اسمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة. هذا الجهاز له مشروعات وله أنشطة متعددة في المحافظات المصرية جميعها، وكان مهم جدا قطاع الزراعة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاع الريفي، مهم جدا لأن احنا عايزين نزود الانتاجية الزراعية ونحول الريف من الاستهلاك ومن الثقافة الاستهلاكية إلى الثقافة الانتاجية. كيف يتم ذلك؟ لابد من وجود مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في الريف، سواء كانت مشروعات متعلقة بتربية الدواجن، بتسمين مواشي، بإنتاج نحل عسل، بتصنيع زراعي، كل ده هيوفر فرص عمل لأهالينا في الريف. هذه المشروعات تحتاج تمويل بسيط، ليس تمويل ضخم، مش محتاجة ملايين، إنما في بعض المشروعات تحتاج 20 أو 30 أو 40 ألف جنيه. جهاز تنمية المشروعات هنا مين اللي هيمول؟ بنك الزراعة ولا البنوك المختلفة؟ لا، في البنوك المختلفة وأيضا جهاز تنمية المشروعات يمول بعض هذه المشروعات. فضل. وبالتالي كانت المبادرة بتاعتنا من خلال التعاون والشراكة ما بيننا كمجتمع مدني، احنا ونقابة المعلمين مع الجهاز مع الحكومة، لان في النهاية الجهاز هو تابع لمجلس الوزراء، وبالتالي دي شراكة بنحس الناس كلها والدولة بتوجه بده انه يكون في شراكة ما بين الحكومة ومع القطاع الخاص ومع المجتمع المدني عشان نقدر من خلاله نوفر فرص عمل. هذا البروتوكول هدفنا منه، احنا في عندنا مبادرات للابتكار الزراعي، عمليات التدريب وتأهيل الخريجين سواء كان في كليات الزراعة أو في الطب البيطري أو حتى في المدارس الثانوية الزراعية، لما يحصل عملية التدريب والتأهيل وربطهم بجهاز تنمية المشروعات بتتيح لهم فرص، مش دول بس، أي حد في الريف بغض النظر عن هذه الفئات، بالتالي إحنا مستهدفينه من خلال عملية التدريب والتأهيل مع الجهاز. حقيقة الجهاز بيبذل مجهود كبير، بيقدم التمويل المالي وبيقدم الدعم الفني وبيقدم التدريب. إحنا النهاردة لما نقول مشروعات متناهية الصغر دي هتتيح فرص عمل، لان مش محتاجة زي ما قلت تمويل مالي ضخم، انما هينتج، هتوفر له فرص عمل، هتحسن الحالة الاقتصادية بتاعته. تخيل حضرتك لما يبقى فيه مزارع بسيط او مواطن بسيط في قرية من القرى، هو عنده أوضة او عنده مكان جنب البيت، هيعمل فيه مشروع تربية دواجن، هيتم توفير ليه الدواجن او الكتاكيت، الاعلاف بتاعتها، الامصار واللقاحات، الدعم الفني بعد ما يتم تدريبه وتأهيله، لأن مش كل الناس عندها الخبرة في هذه المشروعات الزراعية. وبالتالي حتى الجهاز بيعمل عملية دراسة جدوى لهذا المشروع، بيسر كثيرا جدا جدا من الإجراءات بحيث أنه يتيح هذا التمويل الصغير إلى أهالينا، وده تقريبا هدفنا كلنا. طب هل إحنا بدأنا في هذا البرنامج؟ بدأنا في ثلاث محافظات، في الإسماعيلية، أيضا في الفيوم، وفي محافظة المنوفية. النتائج على الأرض. طب بتعمل ايه ست النقيب هنا المحافظات اللي بدأتوا فيها؟ صحيح، احنا بنعمل عملية توعية سواء كانوا زراعيين او مواطنين عاديين، الخريجين المستهدفين هم من كليات الزراعة والطب البيطري او المدارس الثانوية الزراعية، بنديهم تدريب على المشروعات اللي المفترض ان دي اللي هيبدأوا نشاطاتهم فيها، زي ما قلت اللي هي المشاريع المتعددة الصغيرة. هل هو اللي بيحدد ولا انا اللي بقول له هتزرع ايه؟
انا خلينا اقول لحضرتك بصراحه، فضل. احنا لما بنعمل التدريب بنقول المشروعات، وبعدين بنعمل عمليه تقييم للمتدرب، هل هو عنده استعداد وخد فكره جيده عن المشروع ده من خلال كوتشنير بيتعمل او تقييم بيتعمل. بنقول ده يستحق ان هو ياخد تمويل مشروعه، وبالتالي بيتم ربطه مع مكتب الجهاز تنميه المشروعات في المحافظه اللي هو موجود فيها، وبالفعل تم اتاحه تمويل لبعض الافراد في الفيوم وايضا في الاسماعيليه من خلال هذا البرنامج. مبشره احنا التجربه على الارض، مبشره على الارض مبشره، بس بتحتاج في بعض الاجراءات لسه المتعلقه، بعض الاجراءات الاداريه الخاصه بالجهاز، كل ده بنحاول بالتعاون المشترك ان احنا نذلل هذه العقبات عشان نتيح التمويل لاكبر عدد من اهالينا. اقل حاجه كام يعني؟ ممكن يبقى كام؟ 20 30 40 الف اقل حاجه؟ لغايه 40 الف جنيه. لحد 40 الف. 40 الف جنيه، وبالتالي ده بيوفر فرصه عمل للمواطن، والناس تحسن وضعها كمان الاقتصادي ودخلها، تحسن وضعها الاقتصادي والاجتماعي، وبتحول القريه من قريه مستهلكه الى قريه منتجه. وده الهدف من البرنامج. احنا مستهدفين الفتره اللي جايه 8 محافظات تانيين بجانب الثلاثه اللي بدانا فيهم، بحيث الشبكه تغطي كل المحافظات على مستوى الجمهوريه. طيب سيادة النقيب، هل بنتكلم ايضا بجانب ده، بنتكلم على التطوير الخاص بالري الحديث يعني في اطار منظومه كامله؟ الجهاز تنميه المشروعات مهتم بقطاع الزراعه زي قطاع الصناعه وباقي القطاعات الاخرى، وحتى النهارده اجتماع دوله رئيس الوزراء مع مسؤول الجهاز ورئيس الجهاز استاذ باسل رحمي. نعم. كان في توجيه ان المشروعات المتعلقه بتطوير الري الحقلي وتحديث نظم الري خصوصا في مساحات القصب، وانا يمكن كنت مع حضرتك من اسبوعين في البرنامج، وقلت ولنبدا بالمساحات المزروعه قصب، هي نبدا بها عمليه التطوير في 340 الف فدان المزروعين في 5 محافظات. النهارده في توجيه من السيد رئيس الوزراء للمسؤول الجهاز ان يتيحوا التمويل والتسهيلات المطلوبه لتطوير الري الحقلي في القصب تحديدا، ويمكن احنا كنا اتكلمت مع سيادتك في الموضوع ده من اسبوعين، وده توجه لانه مهم جدا عمليه تطوير الري الحقلي والاستخدام الري الحديث. ولنبدا بنموذج زي مساحات القصب، دي بتبقى اسهل في عمليه التطوير على لما نخش على باقي المساحات في الوادي والدلتا، المساحات القزميه او المساحات المحدوده اللي بتزرع محاصيل متنوعه، انما القصب محصول معمر بيزرع يعني موجود في الارض لمده 4 أو 5 سنوات، وبالتالي تجربه تطوير الري فيها تبقى ايسر واسهل، وهيقبل عليها الفلاحين من خلال حزم تحفيزيه هيتم تقديمها باذن الله. عارف حضرتك واحنا كلنا من البلد، وزمان كان عندنا بيوتنا واحنا كلنا، كل بيت عنده حته ارض بيزرعها، عنده علاقته بالجمعيه الزراعيه، بياخد سماد، بياخد تقاوي، بياخد، وبالتالي هل النهارده ببدا ارجع لهذا المفهوم بس بنظام احدث، انه بحيث كل واحد النهارده بيبقى عنده اعتماد على نفسه، وانا كدوله من خلال يعني ازرع مختلفه بساعده يبقى عنده دخل، بدل ما هو مستني اعانه من الحكومه، تكافل وكرامه، يعني يبقى هو عنده مصدر بتاعه. ده اللي حضرتك بتقول بالظبط، واحنا حياتنا كلنا في الريف زمان كانت كده بالظبط، ان الفلاح بينتج كل حاجته، المزارع كل حاجته عنده في البيت. انا عايز اقول لك من خلال يعني احتكاكي خلال الفتره اللي فاتت من خلال هذا البورتفوليو مع زملاء مسؤولين للجهاز والمسؤولين عموما، لا هناك اراده سياسيه قويه جدا لتحويلنا من السياسه الاستهلاكيه الى السياسه الانتاجيه في الريف من خلال هذا البرنامج اللي هو المشروعات الصغيره والمتناهي الصغر في قطاع الزراعه في مصر. دكتور سيد خليفه نقيب الزراعين، بشكرك شكرا جزيلا. نروح النهارده لانطلاق فعاليات المؤتمر العالمي.